رسالة حاسمة وجهتها إيطاليا إلى حكومة فايز السراج الأربعاء أضيفت إلى مجموعة رسائل من دول أخرى حملت المغزى ذاته. الرسالة جاءت في إطار تحذير من أي محاولات لاختراق جبهة سرت من قبل ميليشيات طرابلس، حيث أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو عقب لقائه بالسراج في العاصمة طرابلس على ضرورة إطلاق العملية السياسية في ليبيا والعودة إلى مفاوضات. وبدأ التحذير مركزا بصورة لا تقبل التجاهل أو سوء التفسير، وخلاصته أن أي خطوات عسكرية من الميليشيات المدعومة من تركيا لاختراق جبهة سرت أمر مرفوض وسيؤدي إلى تفاقم النزاع. وشدد الوزير الإيطالي أيضا على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا والعودة للمسار السياسي. وكان في وقت سابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في كلمة قبل أيام إن محور سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة إلى مصر. سرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، خط بالنسبة لنا خط أحمر. وأكد السيسي أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن جاهزية القوات المسلحة للقتال صارت أمرا ضروريا، ومشددا على أن مصر حريصة على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، كما أنها حريصة على سيادة ووحدة الأراضي الليبية.